أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سيرة. سيرة هذا المساء نقضيها برفقة نجم يعتبر نموذج من اللاعبين السعوديين، حيث صلى وجال في ميادين كرة القدم وأبدع، زامل عمالقة نادي الاتحاد، كما ابتعث للدراسة خارج المملكة وساهمت في اعتزاله مبكرا، ومارس عمله الوظيفي بإبداع كما كان لاعبا مبدع، إلى أن وصل مرتبة وزير مفوض في وزارة الخارجية السعودية. وآخر عمل تقلده دبلوماسيا هو عمله سفيرا في جمهورية الغابون للمملكة العربية السعودية. إنه النجم القدير والخلوق الكابتن غازي عيد. مرحبا بك كابتن غازي، وشرفتنا في حضورك لاستديو القناة الرياضية في جدة لنتحاور ونتناقش معك. شكرا أستاذ عبد الله على حسن الاستضافة وعلى كلماتك الرقيقة اللي تفضل بها في المقدمة، وإن شاء الله تكون حلقة طيبة وممتعة بإذن الله. إن شاء الله بوجودك يا كابتن غازي. وأنت للأمانة كما قلت نموذج للاعب السعودي الذي أعطانا يعني الإبداع في ميادين كرة القدم وفي الحياة العملية. كابتن غازي، خلينا كما تعودنا دائما وأبدا في بداية الحلقة نشاهد تقرير رئيسي عن نجم هذا المساء، ومن ثم نواصل سيرتنا. ولد غازي عيد في العام 1372 للهجرة في مدينة جدة، ونشأ وترعرع في حي المظلوم بهذه المدينة العريقة، وهناك اكتسب حب الاتحاد الذي لعب له في العام 1388 للهجرة في فترة عصيبة في تاريخ العميد. استمر غازي عيد مع ناديه الاتحاد لأكثر من عقد من الزمن حتى سافر للخارج لإكمال دراسته. يعتبر غازي عيد من النماذج المضيئة للاعبين السعوديين، حيث واصل مسيرته حتى وصل لمنصب سفير. تعالوا معا نشاهد سيرة نجم هذا المساء غازي عيد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لقائنا مع نجم نادي الاتحاد اللاعب غازي عيد. أجدد التحية بك كابتن غازي. شكرا. طبعا طوال بث برنامجنا يا كابتن غازي من سنوات، وحنا دائما أول ما نبدأ مع الضيف نبدأ معه نرجعه لخمسين ستين سنة وراء لنمتحن ذاكرته. طيب إذا كان أنا أقل من خمسين سنة الله يعطيك الصحة والعافية. عافيك سلمة. أين كانت الولادة وفي أي حي، وماذا تتذكر في عن تلك الأيام الخوالي؟ بسم الله. الولادة كانت في جدة، طبعا في حارة جدة كانت فيها أربع حارات، في حارة اسمها حارة المظلوم. نعم. ولادتي كانت في عام 1372، وطبعا إذا كان عشان استطرد شوية، أنا من أسرة اتحادية، والدي رحمه الله اسمه حسن عيد كان مشارك في عدة إدارات في الاتحاد. نعم. وطبعا أنا أكبر الأولاد لازم يزرع في الله يعطيك الصحة حب الاتحاد فأنا من صغري اتحادي ولا أعرف غير الاتحاد. جميل. ذكرت أن هناك عدة أحياء جدة، أربع أحياء ذكرت، حي المظلوم وفي حارة الشام وحارة اليمن وحارة البحر. جميل. كانت جدة محاطة بسور في لي أربع أبواب، طبعا أنا ما شفت الأبواب هذه، ولكن طبعا من قراءتنا لتاريخ جدة هي عبارة عن أربع حارات وفيها أربع أبواب كانت سابقا يعني. جميل. في هالأربع حارات ومن ضمنها حارة المظلوم، كيف كانت ممارسة الرياضة في تلك الأيام في تلك الحواري؟ كلها كانت في الشوارع في الحوائر. نعم. كورة بلاستيك عادية أبو ريالين. أيه. وكنا نلعب، بس كان الواحد يعني بيلعب كده بنفس مفتوحة وكذا، وأغلب اللعيبة المواهب طلعت من الحوائر. يعني أنا لو أذكر لك مثلا حارة الشام وحارة اليمن، في طلع فيها كلجة وفي عبد الرزاق أبو داود وفي عيال الرج رجخان رحمة الله عليه، رحمة عبد المجيد رجخان ومحمد حسام الدين يسموه الملقب بالقملة، كل لعيبة المملكة طلعوا من الحوائر
من الحوائر هي اللي طلعت اللعيبة. بعد كده طبعا المدارس واللي كانوا في شيء اسمه كشاف يعني اكتشفوا اللعيبة وكذا. جميل. كابتن غازي ذكرت اللعيبة وسميت لنا لعيبة نجوم بالتأكيد أثروا الساحة الرياضية في المملكة العربية السعودية. كانت الأربع أحياء هذه من أكثر حي أنذاك صدر نجوم لأندية الوطن أو تحديدا لأندية جدة. والله كل حارة طلعت نجوم معينين، ما يعني كل الحوائر طلعت، يعني ما في حارة نقدر نستثنيها ما طلع منها أحد. من حارة المظلوم طلع، من حارة الشام طلع، من حارة البحر طلع، من حارة اليمن طلع. هل كان يغلب على هالحارات اللي عديتها لي هذه طابعها اتحادي، هذه طابعها أهلاوي؟ هذه لا، كان في ميزة زمان، نفس الأسر فيها الاتحادي وفيها الأهلاوي، كانوا لعيبة زمان يجلسوا مع بعض، يعني التنافس كان في الملعب، وكان في الملعب معارك تصير في وسط الملعب، لكن من يوم ما تنتهي المباراة يروحوا مع بعض يجلسوا في القهاوي، يتعشوا مع بعض، يتغدوا مع بعض، ما في تعصب، ما في شيء على السليقة. لا ما كان في، حتى الإدارات اللي كانت على مستوى إدارة الأهلي، يعني انت الحين تجرن الحديث الدك صاحب السمو الملك الأمير عبد الله الفيصل رئيس الرياضة الأول في المملكة، كان يضم في مجلسه كبار رجال الاتحاد والأهلي وكلهم، وكانوا يسهروا في مجلس الأمير عبد الله رحمة الله عليه، ولكن في الملعب غير، الملعب تنافس شريف، لكن بعد كده يتقابل مع بعض ويجلسوا مع بعض وكل شيء. كأني بك كابتن غازي بتقول إنه عكس الوقت الحالي اللي صار اللعب خارج الميدان. الوقت الحاضر ممتاز، ولكن في تعصب زايد عن اللزوم، وهذا اللي مولاي خادم الحرمين الشريفين الله يطول في عمره إن شاء الله تكلم في الموضوع هذا، اللي موضوع التعصب. الآن زاد التعصب في الأندية، وهذا يفترض أنه يخف شوية، لأنه الرياضة هي تنافس شريف وغالب ومغلوب. صحيح. ما في أحد يستمر على حاله. في النهاية متعة يعني. وهي متعة في النهاية، احنا بنشوف الفرق الأجنبية يعني، ونشوف الاحتراف يعني والنظام الاحتراف وكذا، يمكن فيما بعد ممكن نتكلم في عملية الاحتراف. جميل، أخذنا السرد الجميل عن جدة القديمة أنا وياك، ونسينا لعبك في الحواري، وين لعبت فيه إذا كان هناك فريق معين ولا بس في الحارة كذا؟ والله في الحارة طلعت بدري، يعني أنا وأنا عمري 10 سنين طلعنا من الحارة وسكننا في طريق مكة، ولكن طبعا كنا نلعب في المدارس. انا درست الابتدائيه في المدرسه السعوديه. حدثنا عن المراحل الدراسيه. المدرسه السعوديه درست فيها الابتدائي، ودرست المتوسط والثانوي في مدرسه الفلاح الثانويه، وهذه المدرستين برضو طلعت اجيال. مدرسه الفلاح هذه، مدرسه الفلاح طلعت مسؤولين، طلعت مسؤولين واجيال رياضيين واجيال رجال دوله ايضا. نعم نعم. كلمنا عن هذه المدرسه بإجازة كابتن غازي. والله مدرسه الفلاح الثانويه هذه انشئوها عائله ال زينل، وهذه مدرسه زي ما تفضلت يعني طلعوا فيها اجيال كثيره، منهم سفراء ومنهم وزراء ومنهم وكلاء وزارات ومنهم مسؤولين على مستوى. نعم. فهذه المدرسة لا تزال لحد الآن تطلع أجيال وأجيال، وحتى اللي درسوا فيها، أنا درسني مدير المدرسة اسمه صالح الخزامي رحمة الله عليه، رحمة. كان نموذج في الأخلاق ونموذج في التربية، وكانوا المدرسين زمان زي أبهاتنا، كان مدرس لي وضعه، كان لي قيمته، كان لي هيبته، كان لي جميل. أي. في المدارس الرياضية، المدارس كلها، في الحصص الرياضية مثلا أو في ممارسة النشاط الرياضي، أثر فيك رياضيا أو بنى شخصية غازي عيد الرياضية ومن خلالها مثلا لقيت نفسك تسجل في الاتحاد مثلا؟ ما في شك، ما المدارس يعني دوري المدارس، كان في زمان في دوري للمدارس. جميل. وكنا نلعب في الصيف، المدرسة السعودية تلعب ضد مدرسة الفلاح، ضد مدرسة الفاروق، ضد مدرسة الشاطئ، ضد الثغر، فكانت المدارس دي برضو فيها لعيبة وفيها لعيبة الأندية وكذا. ولكن أنا بالنسبة لي بعد ما طلعت من الحارة وصار عمري 13 سجلت على طول في الاتحاد عام 1388. جميل.
بس ودي أسأل قبل التسجيل يا كابتن غازي، المدارس آنذاك كان لها دور رائد وفعال في المجال الرياضي عكس الوقت الحالي، كان هناك دوريات ونجوم واهتمام كبير حتى من المدرسين ومدراء المدارس آنذاك. الآن ألا تعتقد أنه قل الاهتمام في هالجانب الآن؟ يا أخي الكريم، تخيل قبل 30 سنة وقبل 40 و50 سنة كانت المدارس فيها ملاعب للسلة وفيها ملاعب للطائرة وفيها ملاعب للقدم. يا سلام. وكانت تلعب، يعني الآن كثير من المدارس إلى وقت قريب ما فيها ملاعب ولا فيها شيء، يعني مباني مستأجرة، فما حتى المواهب كمان محبوسة. بالضبط. فكان زمان يعني في الصيف تشوف نشاط غير عادي بين المدارس، غير هذا، في مسابقات دراجات وفي مسابقات سباحة وفي مهرجانات وفي كانت أول، هذا قبل 50 سنة، مع افترض الآن يكون الأمور أفضل وأفضل. بالتأكيد. وإن شاء الله اتحسنت. إن شاء الله نأمل ذلك والله يا كابتن. يعني كانت المدارس آنذاك هي يمكن أحد أهم الروافد في تزويد الأندية باللعيبة الخامات الطيبة الجاهزة. ما في شك. جميل كابتن غازي. بعد هالسرد الجميل الطيب، ذكرت أنه انتقلت للاتحاد أو سجلت في الاتحاد، خلينا نقول عام 1388 تقريبا هجرية. نعم. يعني قبل تقريبا 38 سنة تقريبا 38 سنة. كان في مقابل يا كابتن غازي ولا بس تعال سجل وامشي؟ الفترة اللي احنا لعبنا فيها ولا سبقونا كذا، كانت الأمور كلها هو يعني تلعب وانت هاوي، يعني على رغبة منك، وما كنا يعني المباريات الكبيرة أكثر شيء كنا يعني لما نفوز ناخذ فيها 3000 5000 أكثر شيء 5000. ما كان في قالوا لك هدية، والله هذا دباب، هذا مدري إيش، هذا كذا، هذا طقم ملابس، هذا والله كان بتلفزيون ملون هذا في ذيك الفترة تلفزيون ملون يعني شيء. هذا هو قيمة التسجيل يا كابتن؟ لا قيمة، لا سجلت من غير مقابل أنا، لأن والدي زي ما قلت كان في الاتحاد وأنا كنت أحلم إني ألعب في الاتحاد، وبطبيعة الحال هو اللي أخذك الوالد؟ نعم أخذني الوالد وسجلت، وأنا لسه صغير يعني 13 سنة الواحد يحلم بس يلعب كورة، ما كان عنده فكرة. وش قصة التلفزيون الملون يا كابتن غازي؟ لما تزوجت أنا والله جاني هدالي الأمير الله يدي الصحة والعافية صاحب السمو الملكي رئيس نادي الاتحاد الأمير طلال منصور بن عبد العزيز، أهداني تلفزيون ملون لما تزوجت يعني. والشعور كذاك الوقت لما جبت تلفزيون ملون؟ فرحت فرحة كبيرة كذا وأهديته لوالدي. الله يعطيك الصحة والعافية وأنت إنسان بار بوالديك إن شاء الله يا رب. الله يبارك فيك. التحقت بالاتحاد عام 1388. من وجدت بالاتحاد لما جيت؟ شوف يا أخي عمالقة ونجوم. شوف يا أخي الفاضل، عام 1387 الاتحاد أخذ كأس الملك. صحيح، أمام النصر. بعد 1387 الاتحاد أتعرض لانتكاسات كبيرة إدارية ومالية. أنا لعبت في فترة الانتكاس، كل الفترة فترة الانتكاس اللي مر بها الاتحاد 10-11 سنة، أنا الفترة دي أنا لعبت فيها، عاصرت فيها مشاكل الاتحاد، يعني ما كانت في أغلب الفترات ما كان في إدارات ثابتة للاتحاد، ما كانوا في مدربين ثابتين للاتحاد، أغلب لعيبة الاتحاد اعتزلوا الكبار وطلعوا نشأ جديد، مجي 2-3-4 كذا، فالفترة دي فترة عصيبة مرت على الاتحاد، وما شم الاتحاد نفسه إلا في ملعب الأمير عبد الله الفيصل لما تولى الأمير طلال منصور رئاسة الاتحاد، بدأ الاتحاد ينتعش وبدأ يجي مدربين كويسين. يعني أنا يعني 3-4 لعبي كان في ملعب الصبان، 3-4 فترتي، وموسمين في ملعب الأمير عبد الله الفيصل، يعني آخر شيء كان دربني كرامر وكذا، وكان فريق الاتحاد يلعب كرة ممتاز بس ما حقق بطولة، يعني الله ما أراد إنه الأمير طيب. وكانت يعتبر من أهم المواسم اللي ذكرته يا كابتن غازي، إنه فعلا الاتحاد بعد الانتكاسة رجع وكان يقدم مستوى من أفضل المستويات لكن لم يحقق بطولة. من حصلت، ما قلت لي بس من حصلت من الأسماء في الاتحاد؟ والله حصلت محمد كعدور اللي حكتهم يعني في مباركة بغنم الله يرحمه،
ذول اللي لعبوا ده الجيل الذهبي اللي انا لحقت شويه منهم. طبعا سعيد غراب، الكابتن سعيد غراب هو ما يحب يقول انه دربني وبعدين انا لعبت ضده، لكن هذه هي الحقيقه. هو انا كنت في الاشبال وهو ده يعني لاعب كبير وكذا، دربنا وبعدين لعبت معاه. نعم. ولعبت ضده كمان. هشام بكر رحمه الله عليه، كابتن المهندس عبد الله بكر ربنا يديه الصحه والعافيه، برضه لحقت ولعبت معاه. وفي يعني هذه الاسماء اللي ذكرها. وين لعبت؟ في اي خانه اول ما جيت؟ لعبت في خط الوسط. خط الوسط؟ اي انا العب خط الوسط دائما، يعني بعض الاحيان العب جناح يمين بس اغلب الاحيان بخط الوسط. رغم مزاملتك عمالقه من عمالقه الاتحاد اللي ذكرتهم يا كابتن غازي، ولعيبه حريفه وهديفه وفنانين، لكنك انت ايضا من بداياتك وانت تملك المهاره والفن. كيف وجدت لك خانه مثل بين هالنجوم الكبار من الاتحاد؟ يعني هو يعني زي ما يقولوا غلط ان الواحد يتكلم عن نفسه. لا بالعكس، تاريخ امانه بعد الله يسلمك كابتن. لكن انا يعني اعوذ بالله من كلمه، انا لعبت في الاشبال وعلى طول لعبت درجه اولى في الاتحاد، ومن ثم لعبت في المنتخب. كان في منتخب مناطق، فبرضه التحقت بمنتخب المنطقة الغربية. نعم. وبعدها التحقت في دولة الخليج الثانية، ضموني لمعسكر المنتخب. حنتكلم عنها كابتن إن شاء الله، لكن أنا أبغى الآن في البدايات، أنت وش اللي استفدت من هالجيل وأنت اللاعب الصغير مثلا، وجيتهم وانت زي ما ذكرنا انه حريف وفنان؟ والله غير وعندك الحريفه كبار ايضا. والله اي هم ذولا كانوا زي المدرسين لنا، يعني اي نعم انا عندي الواحد عنده شويه مواهب وكذا، ولكن لما يلاقي التشجيع والدعم من اللعيبه اللي سبقوا يعني يبدا. فانا اللعيبه الكبار ذولا ساندوني ودعموني وفهموني وعلموني، فلذلك انا مستواي كان في تقدم. يا سلام، الله يعطيك الصحة والعافية كابتن غازي، سرد جميل. تسلم. خلينا نرتاح معاك ونريحك شوية. طيب. ونريح أيضا السادة المشاهدين، ومن ثم نواصل سيرتنا. عرفت الكابتن والزميل غازي عيد لسنوات في الملعب خلال التسعينات الهجرية وخارج الملعب بعد ذلك، فوجدت فيه الإنسان المحب لهذا النادي الغيور عليه من خلال احتكاكنا معه في داخل النادي وخارجه. وقد بحكم مركزه في وسط الملعب كان يمد الكثير الفرص للمهاجمين أمامه والأهداف، وكان له أدوار كبيرة في نجاحات الفريق وانتصاراته. إضافة إلى ذلك فقد كان لا يبخل على النادي في كثير من احتياجاتهم له، فكان في فترة من الفترات خارج المملكة وكان لا يبخل على النادي في الحضور لبعض المباريات ويتكبد مشاق السفر وصعوباته خلال فترة إقامته خارج المملكة. والحقيقة هو ورث هذا الإخلاص والحب من والده العم حسن عيد، حيث كان من أشد المخلصين لهذا النادي والمحبين له، وبذل الكثير من أجله وعاصر الكثير من الإدارات، لدرجة في اعتقادي أنه كان أحد الحريصين على حضور التمارين كحضور الجمهور للمباريات الآن. هو وكثير من العوائل الجداوية كانوا حريصين جدا على حضور التمارين قبل المباريات بصورة يومية، و هذا نموذج الأخ غازي، نموذج من هذه النماذج الرياضية الفريدة.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لقائنا مع نجم نادي الاتحاد، نجم التسعينات الهجرية الكابتن غازي عيد. أجدد التحية بك كابتن غازي. شكرا حبيبي. ودنا أيضا نعود إلى زمان ونعرف لما جيت الاتحاد من كان المدرب ومن كان يتولى تدريب الاتحاد آنذاك في الأشبال مثلا؟ في كان مدرب نمساوي اسمه فريتز في الأشبال ذا ولا في هذا الفريق الأول؟ أيوه في لا في الأشبال كان في أستاذ اسمه علي الشواش، هذا نعم. تونسي دربني وهو اللي شجعني ودفعني إني أخذ مكان العمالقة على طول، من أخذني من الأشبال وقال هذا لازم يلعب في الدرجة الأولى ونجربه، وهو اللي دفعني وخلاني أستمر، اسمه الأستاذ علي الشواش. يا سلام. تونسي جميل. انتقلت للفريق الأول في نادي الاتحاد، هل هو كان بهالكلام اللي قلته أستاذ غازي بتوصية مثلا من علي الشواش، أو أنه لعبت مباراة مثلا وشاهدك فريق المدرب الأول أو الإدارة أو مين مكانه أشار إلى أنه هذا لازم يطلع للفريق الأول؟ لا، المدرب طبعا في التدريبات يلاحظ ويشوف مهارات اللعبة ويشوف مدى قدرته على انه يحل، فهو طبعا هو اللي شجعني دفعني في اول مباراه وربنا وفقني اني انا. يا سلام. ومن لعبت على طول في النص؟ من لعبت على طول في النص. نعم. جميل. خليني لو اختبرت الذاكره ايضا سعاده السفير وقلت اول مباراه تذكرها لك مع الفريق الاول. اول مباراه مع الفريق الاول مع نادي الوحده في جده، وكانت مباراة في دورة تنشيطية. نعم. مع نادي الوحدة وفزنا على نادي الوحدة 1-0 وأنا جبت الهدف. يا سلام. سجلت الهدف. ما شاء الله، يعني أول مباراة وتجيب هدف، هذه أعتقد أنها دفعة لأي لاعب يتمناها يا كابتن غازي. والله توفيق، هذا بمساعدة الزملاء طبعا، اللاعب ما يقدر يلعب في الملعب لوحده، لازم بتعاون الزملاء يبرز ويطلع. الزملاء هؤلاء اللي ذكرتهم اللي أشرت لهم، هل تذكر أسماءهم من لعب جنبك والخلف والحارس والمهاجمين؟ في الحارس بكر خليل، في هشام بكر، أذكر بعض الأسماء، في عبد الله بكر، في الأخ خالد سلطان، في نور موسى رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. في كذا، في إبراهيم جمعة، الأخ إبراهيم جمعة، هذه الأسماء اللي أتذكرها لحد الآن. جميل. وبعدها بالتأكيد استمريت في نادي الاتحاد. نعم. أنت لم تدوم أعتقد طويل، يمكن استمريت كابتن 10 سنوات ولا لا؟ 10 وشوية. نعم 10 وشوية، 11 سنة. حنتكلم ليش تركت الكورة طبعا بدري، على فكرة بدري، وخسرنا نجم أنا ذاك يا كابتن غازي. لكن سؤالي، أنا لا يمكن أختزل 10 أو 11 سنة يا كابتن غازي في ساعة ونص، يعني في برنامج مستحيل، لكن لو تركت لك الخيار بأنه تتكلم عن أبرز المباريات اللي لعبتها مثلا مع نادي الاتحاد تحديدا، سيبك من المنتخبات، حنتكلم عن المنتخبات على حدة، لكن نادي الاتحاد أبرز المباريات الصعبة أو المباريات الجميلة أو المباريات التي لا زالت عالقة في ذهنك. بالنسبة للمباريات الصعبة في الفترة اللي احنا لعبنا فيها، طبعا ما كان في المنطقة الغربية إلا نادي الاتحاد والنادي الأهلي، يعني منطقة مكة المكرمة، والوحدة والكفاح، يعني بعض ضم الأندية، فكانت أغلب المباريات الصعبة والقوية أمام النادي الأهلي. فريق النادي الأهلي كان يضم نجوم المملكة، وإحنا كنا يعني شباب وأشبال، وبعض من اللعيبة إلا لا يزالوا من الجيل الذهبي الأولاني. نعم. فكانت أغلب مبارياتنا الصعبة أمام الأهلي، وفي مباريات كثيرة طبعا أنا أتذكرها، وكان لنا مواقف برضو يعني أغلبها في ملعب الصبار، أغلب المباريات كان يفوز بها النادي الأهلي، ولكن إحنا كنا رغم الضعف في مباريات كنا نفوز فيها على النادي الأهلي، وكنا نواقفه وكنا ونتعادل معاه. يعني كانت كأني بك أنه تقول الغلبة في، خلينا نقول من فترة التسعينات
أوائل التسعينات ولا لا؟ ولا تتفق معي سعادة السفير؟ أوائل التسعينات إلى العشر سنوات، يعني في التسعينات من البداية للنهاية التسعينات الهجرية كانت الغلبة دائما للنادي الأهلي على الاتحاد. نعم بحكم أنه النادي الأهلي يضم أغلب لعيبة المملكة ونادي مستقر ونادي إمكانياته كبيرة كانت في ذلك الفترة، فأغلبها كان فوز للنادي الأهلي. في مباراة إحنا لعبناها في دورة صيفية في ملعب الصبان، إحنا أخذنا الكأس أمام الأهلي وفزنا عليه 4-0. وش مناسبة هذه؟ هذه دورة تنشيطية. إيه؟ دورة تنشيطية كان فيها لاعب الوحدة، هي هذه اللي أنا قلت لك. إيه؟ مباراة قبلها كان الوحدة وبعدين الختامية كانت أمام النادي الأهلي، وكان حارس النادي الأهلي المذيع غازي صدقة، كان الأخ معلق زميلي، كان الأخ أحمد عيد يفترض أنه كان هو يكون الحارس وكان مريض ولعب هو، ولعبنا في ملعب الصبان وفزنا 4-0. جميل. أبرز المباريات أيضا يا كابتن وش تذكر منها مع الوحدة مع الأهلي؟ أبرز المباريات مع الأهلي، مع النادي الأهلي ومع نادي في ملعب الأمير عبد الله الفيصل، برضو في مباراة أمام الهلال وكنا نحن مغلوبين 2 وبعدين قلبنا المباراة إلى 3-2. كان فيها لاعب اسمه السبيكة رحمة الله عليه توفى، وعبد الله زارع في، أنا كنت لاعب المباراة، وكان في أظن الأخ عبد الله بكر المهندس. هذه من ضمن المباريات المهمة والحساسة والكبيرة اللي يعني لما تكون مغلوب وترجع صحيح هذا، فهذه من مباريات ما أنساها. ما في مباراة لا زالت عالقة في ذهنك ما نسيتها أبدا يا كابتن؟ لا ما في أبدا. في مباراة زي ما قلت لك الله يسلمك، في مباراة الأهلي، في مباراة الأهلي في ملعب الصبان برضو، في مباراة 3-2، في مباراة ما أنساها ذكرتني، أول مرة يلعب سعيد غراب ضد نادي الاتحاد. أيه. لعب مع النادي الأهلي وكان النادي الأهلي منتخب المملكة، يعني الحارس أحمد عيد، الدفاع عبد الله يحيى، عبد الرزاق أبو داود، سليمان أبو داود، سلطان المدرعي يسموه، يا سلام، وكان خط الوسط صالح عبد الكريم و عمر عبد الرزاق، وكان الهجوم سعيد غراب والكبش وعمر رشخان وساعد رزق، هذا منتخب المملكة. يا سلام. إحنا ما كان عندنا كلنا شباب وأشبال، أغلب يعني كان في الدرجة الأولى أتذكر هشام بكر بس، وحارسنا بكر خليل، يعني ديك المباراة كان ممكن الأهلي يطلع 10-0 يفوز علينا، ويعني وسعيد غراب أول مرة يلعب ضد الاتحاد وقال أنا أسكت جمهور الاتحاد في المباراة دي، هذا قالوا لنا، يبغى لي أتأكد منه بعدين. أيوة بعدين. وبدأت المباراة سجال وسجال سجال في ملعب الصبان وانتهت 0-0، حتى جاء بلنتي ضدنا قبل نهاية المباراة بربع ساعة، شاته الأخ عبد الله يحيى الله يذكره بالخير وشاته برا، وانتهت المباراة 0-0، ما حد مصدق إنه الاتحاد يتعادل مع الأهلي. صحيح، على ضوء النجوم اللي ذكرتهم لا يمكن انك يعني لا يمكن انك تقول انه الاتحاد ممكن يطلع، احنا يعني شباب بس لكن بنلعب بروح، وسعيد غراب ما نبغى يسجل فينا شيء اول مره يلعب ضدنا. تذكر التشكيله الاتحاديه في تلك المباراه؟ والله التشكيله صعبه، اذا في من الاسماء على الاقل يعني اقول لك ممكن بكر خليل نعم. حارس مرمى، في واحد اسمه مصطفى، واحد اسمه يوسف كزابة، وكزابو يعني كانوا في من الشباب، وهشام بكر في خط الوسط، في الدفاع خط الدفاع كنا في خط الوسط انا وخالد خالد سلطان، يمكن لعب عبد الله بكر انا ماني متذكر، يعني الهجوم حتى كمان شباب ما في، احمد الاخ احمد بفرط رحمه الله عليه، وواحد اسمه علي دخنه، يعني كلهم شباب، يعني ما في من الاسماء، كلهم كانوا في الشباب، بس هذه فرقه يعني اذا بتقارنهم في الاسماء اللي ذكرتها في النادي الاهلي، مع الاحترام والتقدير طبعا للجميع، ما تقارن، لا ما تقارن، ممكن 3-4 من الاهلي يفوزوا على الفرقه دي، يعني ما هذا، بس الله اراد والتوفيق والحماس وهذا، وهي كره
بيني وبينك يعني ما يعني دائما بنشوف سواء فرق صحيح. محليه او فرق اجنبيه بعض الاحيان تقول لا يمكن هذا الفريق يتعادل، وهذه حلاوه الكره، هذه حلاوه الكره بعض الاحيان. نعم زمك. فهذه المباراه ما انساها، يعني طيب انك سالتني وذكرتني، هذه المباراه ما انساها لانها لا تنسى. مباراه عصيبه خليني اقول، مباراه صعبه، وما كنا نتوقع ان احنا نطلع بالشكل ده، لكن الحمد لله. طيب عكس ذلك، اسوء مباراه انت تشوف انك لعبتها وظهر فريقكم بشكل غير المتوقع مثلا؟ أسوأ مباراة والله شوف الاتحاد، احنا يعني زي ما قلت لك احنا لعبنا فترة عصيبة، لكن دائما الروح تغلب على لعبنا احنا، يعني رغم نكون ضعاف لكن اغلب الروح. لكن الفترة اللي لعبت فيها يعني كان مستوانا متواضع، يعني كان ممكن ما كنا نغلب من اي فريق الا من النادي الاهلي، كان يفوز علينا وبعدين يلعب التصفيات بس. جميل. ذكرنا في البداية كابتن غازي الجيل الأول، الغراب، النور، بكر خليل، هشام بكر، علي عسيري، لعبت معهم طبعا. هذه الأسماء الكبيرة اللي ذكرناها، وزي ما تفضلت أنت قلت أن الاتحاد لم يحقق بطولات، أي بطولة على مستوى الدرجة الأولى. نعم، يمكن المشاهد الكريم يسأل يقول لك ما السبب على الأقل؟ يعني أسباب كثيرة، الأهمها إنه ما كان في كان مشاكل إدارية ومالية. نعم. يعني الاتحاد ما كان عنده إدارة ثابتة أو إدارة مستقرة، ولا كان عنده مادة، يعني وصلت إلى درجة بعض الأحيان في المعسكرات يعني ما كان في يعني عندهم ميزانية تكفي لعمل معسكر أو شراء ملابس، أو ما كان في زي زمان إنه تعطي اللاعب ده راتب ولا كذا، ما في الكلام هذا، يعني أدنى الحاجات ما كانت موجودة. الناس كانت بتعزف عن الحضور للنادي وكذا، فعشان كده الاتحاد تعرض لي. ليش طيب؟ كان له أسباب العزوف هذا والحالة اللي وصل لها الاتحاد آنذاك؟ بالتأكيد لها أسباب. والله ما بعد 87 قد تكون انه كل واحد انشغل في امور خاصه به، ولكن دائما الانديه تطلع فوق وترجع تنزل زي الرسم البياني. الاتحاد قبل السنوات اللي انا لعبت فيها حقق بطولات وحقق كؤوس، واكثر فريق حقق في ملعب الصبانه كؤوس في التاريخ، لكن الفتره دي هي مرحله الهبوط الا وبعد كده الاتحاد طلع مره ثانيه. نعم. ذكرت أنه أنت استفدت من هالجيل اللي لعبت معه في بداياتك. نعم ما في شك. لو قلت لك كابتن غازي أكثر فائدة استفدتها وأنت اللاعب صغير السن آنذاك، لما جيت مثلت الفريق الأول يمكن كان عمرك 16. نعم 16-17 سنة. إيه 16-17 سنة، أبرز فائدة استفدتها رياضية؟ إنك تكون يعني أبرز فائدة إنك أنت تكون مخلص في للعبة. عشان تبرز وعلشان تكون نجم لازم تكون مخلص ولازم تحافظ على نفسك، يعني المحافظة على يعني اللاعب لما يحافظ على نفسه ويكون مخلص، يعني يكون مستقيم، يعني ويكون مستقيم من جميع النواحي ويركز في اللعب وتكون أخلاقه مع العامة. نعم جيدة وممتازة، يعني هذا ما يمكن انك تنساه. وفي لعيبة يعني نماذج، هذا الكابتن ماجد عبد الله الله يذكره بالخير نموذج، يعني لعب واخلاق واخلاص ومحافظة، فهذا اللاعب اللي يستمر بالتأكيد. هذه استفدتها منهم. صحيح. ذكرنا من الاسم من النجوم العمالقة اسمين، الغراب والنور يا كابتن غازي. نور موسى. نعم. اي انا بسالك سؤال، هذول انتقلوا من الاتحاد، اثر ذلك على الاتحاد؟ يعني نجمين كبيرين لا يمكن تاريخ الرياضه السعوديه ينساها. نعم في دوره الخليج الثانيه اعتقد انه يعني هم ما التزموا ببعض التعليمات. نعم. دوره الخليج الاولى ما التزموا بالتعليمات فأتوقفوا مدى الحياة. سعيد غراب نقل للنصر. نعم. النور موسى رحمة الله عليه كان عندنا مناورة
في جدة في طريق مكة كان ملعب الاتحاد. الملعب امتلأ. يا سلام. امتلأ علشان يستنى النور. واحنا خلاص بنسخن وهذا وجماهير الدنيا. فشوية تأخر ما جاء النور ما جاء النور. ايش الحكاية؟ قالوا والله سافر راح الرياض. خير ان شاء الله. قالوا نقل. كيف نقل؟ المهم لعبنا المناورة من غير النور وسمعنا انه سجل في الهلال. طبعا الاتحاد يعني ما يعني من غير مبالغة فريق الاتحاد ما يتأثر طول عمره. جات فترة من الفترات في بعض اللعيبة البارزين في الاتحاد يعني حاولوا انهم يعني يوضعوا الإدارة في موقف حرج ما يطلعوا تمارين وكذا. فكانت الإدارات زمان ذكية. اللاعب اللي يعمل كذا يخلوه يجي ويتمرن ويعمل سويدي وكل شيء بعدين يركنه وقت التقسيمه ولا وقت اللعب يخلوه يعمل سويدي وخلوه يجري في الملعب وكأنه هو خلاص ما في وقوموا يركنوه. في بعض لعيبة وهم عارفين نفسهم يعني في ذيك الفترة يعني سووا كذا شوية مع انه يحرجوا الإدارة لكن الإدارة كانت سابق تعرف جميل. كيف تتعامل مع اللعيبه. بس لما نرجع لنفس هذا الاتحاد ما تاثر لا بسعيد غراب ولا بالنور موسى يعني رغم انه لعيبه كبار وكذا يعني النور رحمه الله عليه كان من اخلص اللعيبه في ذيك الفتره. نعم. ولما كان يلعب ما كان يتشرط على الاتحاد كان يلعب في على طول يعني وبعض الاحيان بيكون مريض وهو بيلعب. جميل. من اللي كان في تلك الفترة يا كابتن سواء من الأهلي أو من الاتحاد أو من الوحدة في زمانك تقول والله هذا لاعب فنان مميز بارز يملك مواهب ما هي موجودة في الكثير من اللاعبين مثلا؟ والله في الكابتن أحمد الصغير رحمة الله عليه. رحمة الله. هي كان لاعب مميز يعني لعب ضده فيما بعد في ملعب الأمير عبدالله الفيصل. نعم. في أمين دابو طبعا من اللعيبة المميزين في علي عسيري. أنا بالنسبة أسماء كده أذكرها يعني الفترة اللي أنا لعبت فيها في الكابتن علي عسيري في خط الدفاع لاعب كان مميز يعني تقدر تلعبه في أي خانة يلعب في أي خانة يلعب مهاجم يلعب مدافع يلعب وسط يلعب برجلي الاثنين يشوت برجلي الاثنين يمراوغ. كان لاعب اتحادي وانتقل ايضا انتقل للنادي الاهلي من ضمن اللعيبه اللي راحوا النادي الاهلي. نعم. جميل. من اللي كان يلعب معك يا كابتن غازي بجوارك وكنت انت والله ترتاح لهاللاعب اللي يلعب معك؟ والله انا كنت احب العب جنبي المهندس عبد الله بكر الكابتن عبد الله بكر كان يعني فنان ورشيق و في الملعب ديناميكي وحرك وهذا هو طبعا قبلك عبد الله بكر قبلي. نعم من الجيل اللي قبلي الجيل الذهبي ولعب معانا كم سنه. ومن الجيل اللي بعد عبد الله بكر في لعيبه اجانب جو لعبوا في الاتحاد توفيق بلغيث ايه هذا لاعب تونسي. نعم. ولعب معايا كمان تميم الحزامي. نعم. هذا لاعب كان غير عادي كان يلعب في خط الهجوم كنت احب العب معهم العب بجانبهم. جميل. من اللي أثر فيك أنت كلاعب وسط؟ أنت يمكن خلني أقول أنت أول ما جيت للاتحاد أولا يعني هل أنت متأثر بشخص معين وقلت بلعب زيه ولا وسط؟ هذا سؤالي الأول. السؤال الثاني من اللي أثر فيك كلاعب وسط واقتديت بأسلوب معين مثل فيه أو تقليدة أو شيء يعني؟ أول ما سجلت في النادي ما كنت يعني مش أنا اللي اخترت المركز المدرب هو اللي لعبني في هذا المركز لأنه شاف فيه أني أنا نعم. يعني أصلح لعب وأكثر مني إن أنا هديف يعني فحطني في خط الوسط وكذا. جميل. ما في لاعب تأثرت فيه؟ ما في الفترة ذيك لسه ما الواحد ما. طيب خليني أعكس السؤال يا كابتن غازي وأقول لك فيه هناك أشخاص طوروا مستواك بأشياء معينة مثلا بعد مرور والله فترات والله يا كابتن غازي أنت فيك كذا وكذا من هو اللي تشوف الأشخاص أو الشخص اللي أثر فيك بشكل كبير سواء كان إداري أو زميل من الزملاء لاعب مثلا أو لا في من المدربين بعض من المدربين أيوة. بعض من المدربين هم اللي أثروا فيها أمثال
أمثال زي ما قلت. أنت ذكرت علي الشواش في البداية. وفي مدرب النمساوي اسمه فريتز، وفي مدرب المدرب الألماني كرامر برضو دربنا، وهذا مدرب كان مدرب مميز، ودربنا وكنا نلعب في ملعب الأمير عبد الله الفيصل، وكانت تمارين هناك، وكان هذا المدرب مدرب قدير ومدرب يعرف من جرية اللاعب إيش اللي ينقصه وإيش اللي يحتاجه وإيش اللي ما يحتاجه. أبرز ما أضاف لك كرامر؟ لا، وأنت يعني وأنت ماشي بالكورة في وسط في الملعب، كيف تمشي في الملعب، كيف تمرر. يا سلام. نعم، كيف تمرر، متى توقف، متى تمشي، متى تحتفظ بلياقتك، يعني تحتاج هذه، يعني تعمل كنترول على نفسك. تعمل كنترول على نفسك، نعم. جميل. يعني طاقتك كيف توزعها طيلة فترة المباراة. جميل كابتن غازي، خلينا نريحك بعد هالسرد الجميل. الله يسلمك. وناخذ تسلم. فاصل مع السادة المشاهدين تسلم. ومن ثم نواصل سيرتنا. شكرا. الأخ غازي عيد أخ زميل وعزيز، وقضينا مع بعض سنين في نادي الاتحاد، ورجل بالإضافة إلى أنه لاعب ولاعب دولي، قرر اللعب بالدراسة ودرس العلوم السياسية وصل على مراكز إلى مرتبة سفير، وهو من عائلة كروية كبيرة، فوالده العم حسن محمد عيد رأس نادي الاتحاد في فترة من فترات العصيبة، وأخوه محمد صالح مثل القادسية والنادي الأهلي، وفهد عيد نائب رئيس النادي الأهلي. والحقيقة هم يعني عائلة كروية كبيرة جدا، وكنا نلعب وإحنا أطفال، وكان لنا معاه مواقف كثيرة في نادي الاتحاد، وكان من اللاعبين المهمين جدا في نادي الاتحاد، لدرجة أنه كان يدرس في الخارج، ولما تكون في مباريات شديدة كمباراة أهلي أو نصر أو هلال يتم استدعاءه من دراسته من القاهرة ليحضر يلعب معنا، وهو من اللاعبين يعني اللي شهادتنا فيه مجروحة يعني، وما زال الآن يتمتع بفكر كروي كبير، ولا زال ما شاء الله عليه يمارس الرياضة، وله مواقف كثيرة، وهو من الأخوان اللي الواحد يتشرف بمعرفتهم، وحمد الله على الفرصة اللي سنحت للتعرف عليهم، فهو ذو أخلاق كريمة وأفضال، وكان عونا لأخوانه كلهم ولزملائه، سواء كان في وزارة الخارجية أو سفيرا للسعودية في دولة الجابون. في الحقيقة الفترة اللي كان لعب فيها الأخ غازي عيد واحنا من ضمن اللاعبة اللي لعبنا معاه كانت فترة جدا عصيبة على نادي الاتحاد. كان الاتحاد فترة من الفترات بدون إدارة، بدون لاعبين أفذاذ، ولكن بوقفة الأخوان لاعبي نادي الاتحاد استطاع الاتحاد أن يتغاضى وأن ينتشل نفسه من 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 هذه الموقع اللي كانت بتؤدي له إلى دوري الدرجة الأولى، لولا وقفة أبناء باناجا وعم حسن عيد وأبناء الاتحاد من اللاعبين، منهم الأخ نور موسى الله يرحمه، هشام بكر رحمة الله عليه، بكر خليل الله يطول في عمره، غازي عيد، هشام بكر، عبد الله بكر كابتننا الله يرحمه، ميدي رواص، ففي ناس كلهم تكاتفوا وتضافروا لانتشار نادي الاتحاد من الكبوة اللي كانت تمر عليه. في فترة من الفترات كان الاتحاد في أسوأ حالاته، استطاع الفوز على النادي الأهلي في أصعب في أحسن حالاته، ومن بعد تلك المباراة وبعد ما انتصرنا وذهبنا للنادي الاتحاد حضر الأمير طلال بن منصور وشجعنا مؤازرا بعد هزيمتنا بعد فوزنا على الأهلي، ومنها استمر رئيسا لنادي الاتحاد وانتشله وجعل منه صرحا شامقا واعتبره هو المنقذ الحقيقي لنادي الاتحاد. فهذه كل وقفات الرجال نحن كلاعبين لنادي الاتحاد وكمشجعين لا ننساها ابدا ابدا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في حلقة النجم المميز سعادة السفير، لا تستغربوا، نعم وصل إلى
وزير مفوض أيضا، ومن ثم عمل سفيرا كما ذكرنا في البداية في جمهورية الغابون للمملكة العربية السعودية. إنه النموذج الرياضي أو النموذج جميل للاعب الرياضي الكابتن الخلوق غازي عيد. أرحب بك مجددا كابتن غازي. شكرا حبيبي. وإنت تسلم. أمانة والله أقولها بكل أمانة، أنت النموذج ومثال يحتذى به للاعب السعودي. شكرا جزيلا. تسلم كابتن غازي. تكلمنا طبعا عن الاتحاد، عن التنافس الأهلاوي، عن المباريات الجميلة وما إلى ذلك من الأمور. لو قلت لك الفريق اللي بسط نفوذه ببال لعبك في كرة القدم، من هو الفريق؟ فريق النادي الأهلي. أشكرك والله على هالصراحة. وأنت الاتحادي يعني تقول النادي الأهلي؟ لا لا ما في شك. نعم الأهلي تربع على البطولات في الفترة اللي أنا كنت ألعب فيها، كان هو المتسيد. جميل. أيضا ودي أسأل سؤال آخر. أنت أول ما بدأت ذكرت أنك لعبت وسط، هل فعلا استمرت في الخانة؟ ما لعبت في خانة أخرى أبدا يا كابتن؟ لا استمرت فيها أبدا على طول. نعم. ما لعبت في أي مركز آخر ولا في يوم من الأيام ولا طرد أحد ولا شيء وقلت بتلعب؟ لا لا ما. الاتحاد في ذلك الوقت كما هي هو شان الأندية السعودية تملك العديد يا كابتن غازي من النجوم، لكن لو توقفنا عند اسم معين هو فعلا النجم الكبير واللي ذكرت اسمه أكثر من مرة، سعيد غراب. نعم سعيد. هل سعيد غراب هل هو كان فعلا النجم الأميز ببان تلك الحقبة الزمنية، ولا كان في نجوم آخرين يظهرون بالمستوى؟ كان في نجوم قريبين منه، كان هو الأبرز. نعم. وكان لاعب غير عادي. نعم. ودي تكلمنا عنه وتعطينا أبرز ما فيه واللي الأشخاص اللي ترى أنهم في مستواه يا كابتن غازي. سعيد غراب لاعب مميز. سعيد يلعب كان في الملعب بقدمين الاثنين، وكان ممكن يعدي من أي مدافع بأي طريقة، وممكن يجيب هدف في أي وقت، وممكن يجيب هدف ولو كان الباب خلفه. يا سلام. ممكن يجيب هدف. يعني لاعب غير عادي. في بعض من المدربين تكلم انه لو اتيحت له الفرصه ممكن يلعب في اوروبا، هذا يعني خساره انه يلعب في السعوديه او في الدوري السعودي. في الدوري السعودي في ذيك الفتره. إيه؟ لانه كان عنده غير عادي، يعني كان لاعب غير، بنيته كانت ممتازه وكل شيء. يمكن حاجه واحده كانت تنقصه الا هو التهدي، انه هو ما يضرب بالهد. ما يضرب بالهد يعني ما يطلع يضرب بالهد، بس هذه اللي كانت النقطة الضعيفة فيه شوية. نعم. وإنما غير كذا لاعب غير عادي. هل تعتقد أنه فعلا الأميز والأبرز؟ هو الأميز والأبرز والأوحد في الفترة ذيك. من اللي كان في بعض اللعيبة قريبين منه مثلا؟ في الأخ كابتن عمر رشخان رحمة الله عليه. نعم. كان طبعا ممتاز في ذيك الفترة. إذا كان نتكلم على خط الهجوم، في الكابتن ساعد رزق الله يديه الصحة والعافية، في الكابتن في الكبش سليمان مطر. نعم. اسمه لقب الكبش برضو الله يديه الصحة والعافية، برضو من اللعيبة المميزين دول، يعني قريبين من سعيد غراب. نتكلم على بالنسبة للمنطقة، منطقة مكة المكرمة. نعم. ما أتحدث عن زملاء الأعزاء في المنطقة الوسطى، في لعيبة حتى بالمنطقة الوسطى لك الفترة ديك، في مبارك الناصر، في الأخ سلطان بن نصيب، في الصاروخ في الشباب، في خالد سرور في الشباب برضو. نعم. في محمد سعد العبدلي في النصر. النصر. إيه في الدنيني، أحمد الدنيني رحمة الله عليه. إيه نعم في النصر. نعم. في كان لعيبة كبار يعني على مستوى. كابتن خليني بسألك عن الخطط اللي كانت تلعب فيها الفرق السعودية أنا ذاك، وتحديدا نادي الاتحاد. كانت الخطة الشهيرة اللي هي 4-4-2، صح ولا لا؟ 4-2-4. 4-2-4. نعم. إيه هي كانت الخطة الشهيرة. أغلبهم كان. نعم. إيه. وش رايك انت كنت في الخطه في ذلك الوقت، اللي كانت هي المناسبه للاعب السعودي؟ الفتره اللي احنا لعبنا فيها اغلب الانديه كانت يعني الخطط هذه، بس في التطبيق كان شيء ثاني، يعني ما كان في التزام. اغلب الخطط كانت يقول لك على السبوره 4-2-4، ولكن لما تنزل الملعب يعتمد على مهارتك و
وعلى اجتهادك وعلى يعني ما كان في يعني مدارس حقيقية لكرة القدم. الآن أنت ما تتحرك إلا ب يعني إذا الآن ممكن تنزل الملعب يقول لك المدرب مرسومة، أنت ما تسوي إلا الشغلة دي فقط، ما يعني ما لك شيء ثاني تسويه. أول لا يعني إلا يقدم أكثر مجهوده، كان يعتمد على المجهود وعلى المهارات الفردية، التطبيق كان ضعيف. كلامك جميل وبيجرني يا كابتن غازي إلى سؤال يمكن مهم جدا أمانة. يعني اللاعب القديم ما كان يتميز أو ما كان يقيد في مكان محدد أو طريقة محددة، وزي ما تفضلت أنه اللاعب الآن في الوقت الحاضر لا يمشي على ضوء خطط معينة ومرسومة، وين يلعب وين يروح وين يجي. سؤالي، هل هي الأسلوب القديم كان يساعد على إبراز اللاعب مثل مهاراته مثلا، على الجري أكثر، على التنقل داخل الملعب في عدة مكان، واللعيبة كانوا أقوياء ونشاط ويشيلوا بعض مثلا، هو طريقة ولا كيف؟ يعني اللعب سابقا كان يعتمد على المهارات الفردية وعلى اللياقة. يعني حتى لاعب زمان كان بنيته أقوى من بنية اللاعب في الوقت الحاضر. حتى الكورة زمان وزنها أثقل، لكن زمان كان اللاعب يعني بنيته قوية وكان يعتمد على المهارات الفردية وعلى اللياقة. ما كان في خطط، يعني ما كانت في خطط تطبق زمان. نعم. كان في يعتمد بس على اللياقة وعلى المهارات الفردية لا أكثر ولا أقل. طيب أنت ذكرت برضو ما شاء الله عليك يا كابتن غازي تفتح لنا أبواب وأسئلة. يعني ليش اللاعب الآن بنيته مش كويسة رغم أنه الآن صحيا أفضل، تغذية أفضل من زمان، كل شيء مسهل وموجود الآن لإمكانية أن تكون البنية الجسمانية للاعب السعودي أفضل من زمان؟ العكس الآن شوف قصار مثلا، جسام أحيانا تكون غير متناسقة، وإن كان متناسق لا يتمتع بالطول مثلا المطلوب أو بالطول الفارع أو بالعضلات والأنسجة اللي تساعد على التحمل. لما تشوف اللاعب الأوروبي اليوم ولا أمريكا تشوف عضلاته وفخذه ما شاء الله كله عضلات عكس لعبنا، لماذا تعزو الشيء هذا؟ يعني والله احنا عندنا امكانيات وعندنا خير الحمد لله، بس اللاعب السعودي يجب ان يحافظ على هذا الكلام اللي بقوله. نعم. يعني كيف يحافظ على نفسه؟ يعني هو لاعب محترف، اللاعب المحترف لازم يحافظ على صحته وعلى نفسه ويطبق الاحتراف كما ينبغي. يعني احنا عندنا مع الاسف اللاعب يسهر، يسافر من غير استئذان، يترك المعسكر ويمشي، يتصرف تصرفات بعض منهم في بعض منهم مثاليين، حتى في الملعب داخل الملعب مثالي، لمن ياخذ كرت يخرج باحترام ما يقوم الدنيا وقاعده. انت لاعب محترف، يعني اكلك وشربك من الكوره، يعني من يوم ما تصحى من النوم محافظه على الصحه، محافظه على الصلوات، محافظه على طريقه الاكل، محافظة على الوزن، محافظة على تصرفاتك مع الإدارة، مع الجمهور، مع أهلك، مع نفسك. يا سلام. منظومة كبيرة. أنا سئلت، يعني أنا قلت يا ريت قبل إحنا ما نطبق النظام الاحتراف في المملكة قبلها بسنة الدول اللي سبقتنا كان ممكن يجيبوا منها فريق أو استشاريين يعطوا لمدة 6 شهور أو سنة كورسات عن إيش الاحتراف، ايش المفروض يصير سواء بالنسبه للاداريين او بالنسبه للاعبين. نعم. حتى نحن نبدا مظبوط. اما هو اللاعب يعتقد انه الاحتراف كم انا اخذ 50 40 60، الفريق الثاني دفع لك، لكن انت ايش بتقدم؟ يعني في اشياء كثيره مع الاسف يجب انه نحن لعيبتنا ينضبطوا يعني شويه شويه كذا ويضبط نفسهم. يعني في مهارات وفي عندنا لعيبه، بس لازم يحافظوا على نفسهم والإمكانيات هذه يستغلوها الاستغلال الأمثل. مسؤولية من إذن يا كابتن غازي الآن؟ القصور، عملية القصور في فهم العملية الاحترافية الصحيحة.
والله من الجميع، أنا في تصوري من الجميع. الدولة ما قصرت، القيادة عندنا الله يحفظها ما قصرت، وفرت كل الإمكانيات، ولكن المسؤولين المباشرين عن كرة القدم يجب أنهم هم يركزوا شوية، وحتى يفهموا اللعيبة أنه نظام الاحتراف هذا شيء يعني شيء مو بس ترى فلوس، مش راتب، مو بس راتب ولا بس تنزل الملعب وتجري، لا، في أشياء كثيرة. إذا تم هذا الشيء يعني مستقبلا ممكن احنا ممكن ان شاء الله عندنا الكوره تتطور. يعني خليني اسالك ايضا، هل هو دور الانديه مثلا او الرئاسه العامه لرعايه الشباب او هيئه دوري المحترفين مثلا او اتحاد القدم، مسؤوليه من؟ والله مسؤوليه مشتركه تبدا من فوق من راس الهرم لتحت. يعني مسؤوليه مشتركه، ما تقدر تقول الانديه تتاثر بالاتحادات، الاتحاد تتاثر يعني حلقه متصله. يعني من جانب الاحتراف يا كابتن غازي وكذلك السادة المشاهدين يكون يأيدوني، ما في بطولات. يعني كنا في زمن الهواة كنا محترفين بطولات، في زمن الاحتراف هواة بطولات. يعني هذه أبسط كلمة ممكن تقال يا كابتن غازي الآن. أنا قبل أسبوع ولا قبل هذا كان في مباراة منتخب المملكة مع منتخب فلسطين، نعم، وكانت المباراة في الأحساء، كانوا بيتكلموا بعض الاخوان المحللين الافاضل، فبيواحد كانت في الدمام في الدمام، يعني اختيار المكان ما هو هذا، ما هو مناسب اختيار المكان. لو اتعملت هنا جدة يعني ممكن يحضروا جماهير اكثر، وممكن كذا، هي ما شاء الله مدينه جده رائده بالحضور الجماهيري. يعني مثلا اشياء كثيره في المنتخب يعني يحتاج له وقفه، حتى اللعيبه نفسهم يعني يبغى لهم وقفه مع نفسهم. هو انت لما تضبط الاحتراف تحط احتراف حقيقي حين تجلك لعب، والدول العالمية كلها محترفين ونجوا هذه المنتخبات تجيب نتائج. يعني ما أقول الحق كل البطولات، لكن بالتأكيد تجيب إنجازات. يعني زي ما تفضل. خليني برجعك كابتن غازي إلى الماضي أيضا عن طريق اسمين كبيرين ربما لعبت معهم في بداياتك، إبراهيم جمعة الرفاعي وغازي غلاب. ماذا تقول عن هذين الاسمين المميزين في الخارطة الاتحادية؟ والله الاسمين اخوان اعزاء، تشرفت قبل كذا اني العب معهم، وانا اعتبرهم زي الاساتذه بالنسبه لي، وهم فعلا اساتذه في التعليم. نعم. الاخ ابراهيم جمعه بعد ما اعتزل الكوره اتجه للتحكيم، والاستاذ غازي غلاب كان مدير مدرسه فهو مربي اجيال، سبقوني هم، والاثنين كانوا يلعبوا في نفس الخانة اللي كنت أنا ألعب فيها. بعد ما شبه وقف أنا أخذت محلهم يعني. جميل. خط الوسط يعني. طبعا المخرج والزميل طارق يقول لي ما باقي وقتك كابتن غازي، لكن عندي سؤالين مهمين لازم تفضل أسألهم. أنت تنتمي لأسرة رياضية، وكما ذكرت أنت في البداية أخوك محمد صالح عيد في القادسية، فهد عيد في الأهلي، وأنت في الاتحاد. يعني هذا التنوع في الانتماءات لعدة أندية ألم يخلق أي مشكلة بينكم مثلا؟ والدي رحمة الله عليه زي ما كان يعني عضو في نادي الاتحاد، ومن دون نشأتنا هو يعني علمنا أنه ما يعني عملية التعصب وعملية الخناقة في الكورة ممنوع. يا سلام. فإحنا أنا أول واحد لعب في من إخواني، لأن بحكم إني أكبر منهم لعبت في الاتحاد. نعم. وبعدين أشاءت الأقدار إنهم يسجلوا إخواني الاثنين في أشبال النادي الأهلي. أخوي المهندس محمد صالح يعني استمر بس في الأشبال، وبعدها انتقل للمنطقة منطقة الشرقية للدراسة في جامعة البترول، وسجل في نادي القادسية، وكان أحد نجوم نادي القادسية برضو يلعب في خط الوسط. وأخوي فهد طبعا نجوم النادي الأهلي، كان يلعب في باك يمين في النادي الأهلي وحقق بطولات كثيرة مع النادي الأهلي، وحاليا هو نائب رئيس النادي الأهلي. جميل. سؤالي الأخير كابتن غازي، أنت ذكرت لي تحت الهواء أنه مثلت المنتخب لكن لم تستمر. نعم. ودي تحدثنا عن تجربتك في الثانوية. لما وصلت الثانوية
انضميت لمنتخب المملكة في دورة الخليج الثانية، كانوا نجوم عمالقة انضميت معهم. وقبلها طبعا كنت ألعب في منتخب المناطق، كان في منتخب مناطق، كنت ألعب في منتخب المنطقة الغربية، وكنا نعسكر في فندق البحر الأحمر، وكان رئيس المنتخب الأمير عبد الله الفيصل رحمة الله عليه. بعدها انضمينا المنتخب المملكة دورة الخليج الثانية، إلى قبل ما تبدأ الدورة آخر واحد أنا خرج من المعسكر. لماذا؟ نسقت، وفي نفس الوقت بحكم ظروفي انتهيت من الشهادة التوجيهي عشان أسافر للقاهرة للدراسة. درست في جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. وهذا اللي أنا قلته، قلت الابتعاث أثر على استمرارك في نعم أحد الرياضة. ورحت القاهرة، ولكن وأنا في القاهرة كانت بعض أحيان تكون مباريات قوية في جدة بالذات مع الأهلي، وكانوا يبعثوا لي إدارات الاتحاد أجي ألعب المباراة وأسافر مرة ثانية. يا سلام، يعني 3-4 مرات حاجة كده حصلت. كلام جميل كابتن غازي والسفير غازي، أنا لم يتبقى لي أمانة أي وقت والحديث معك ذو شجون سعادة السفير، لكن إذا كان لك في نهاية البرنامج من كلمة تود أن تقولها لمن شئت فتفضل. أولا شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة، وأنا سعيد بهذا اللقاء الشيق الممتع معك. وفي الحقيقة يا أستاذ عبد الله يعني المقابلة معك يعني ممتعة. الله يخليك. ولكن في نهاية اللقاء إذا كان لي كلمة، فبمناسبة يعني قرب حلول شهر رمضان المبارك، أتشرف بأن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وإلى سمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز حفظه الله، وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، سائلا المولى القدير أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل مكروه. اللهم آمين. وكل عام وأنتم بخير. وإنت بألف خير، والمشاهدين أيضا بألف خير. هذا كل ما لدينا في هذا المساء الجميل. تقبلوا تحياتي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. I'm